أفضل ما يكون من الرقى التي جاء بها النص، المعوذات، نعم قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويضاف إليهما الإخلاص، نعم وسورة الفاتحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية. جميل. آية وقراءة الكرسي هل سورة تدخل في ذلك يا شيخ؟ البقرة، سم آية الكرسي هل تدخل في ذلك؟ لا سورة البقرة على وجه العموم نعم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. جميل. ففيه إشارة إلى أنها يقرأ بها في دفع السحر وشره وما يكون من آثاره، طيب استاذ الشيخ خالد فقوله في لا يستطيع نعم البطل أي السحر. طيب